مرحبا متابعينا الكرام، مباشرة من مدينة سيد النور في هذه الجولة الليلية عبر قناة شوب تي في وقناة الشاب، أول قناة إلكترونية تلفزية تنقلكم من قلب المدينة بالصوت والصورة. أجيو نشوفوا الأجواء كيف دايرة مع قرار حظر التجول الليلي دائما ومباشرة من مدينة سيدي بنور اللي سنعيش معكم في هذه الجولة اللي غنقوم بها على بركة الله من قلب مدينة سيدي بنور. تحية لكل المحبين، تحية لكل الأصدقاء، تحية بتعليقاتكم، تحية باستفساراتكم، بإهداءاتكم. دائما تنقوم معكم بجولة وتنوصل لكم المعلومات دائما بالصوت والصورة وكنعيش معكم الواقع ديال مدينة سيدي بنور. مرحبا بكم، مرحبا 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 الناس في سيدي بنور، الناس جديدة، الناس كازا، مراكش، فاس، مكناس، طنجة، تطوان، الحميدة، أصيلة وكل المدن المغربية، خريبكا، فاس، مكناس، ابني ملال، فقيه بن صالح، تادلة، قرسيف، تازة. تحية للجميع، تحية لكم من قلب مدينة سيدي بنور في هذه الجولة الليلية اللي تم ناخذكم قلب مدينة سيدي بنور. دائما متابعينا الكرام مرحبا والف الف الف مرحبا. هذه هي الشوارع ديال مدينة سيدي بنور اللي تنقلكم في هذه الجولة هذه. أجيو نشوفوا الأجواء كيف دايرة. تحية لكم من قلب مدينة سيدي بنور. تحية لكل المتابعين ديالنا، مرحبا بكم. تحية خويا هشام، مرحبا. عثمان كاين شي فطور خويا؟ مرحبا خويا، خويا عثمان العفو، صديق الدراسة والدرب، تحية لك. إيمان، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للجميع، تحية لكل اللي كيشاهدونا عبر هذا المباشر. كما كتشوفوا هنا المنطقة الأمنية، سد أمني كما كتشوفوا، دوريات ديال الأمن الوطني. تحية لرجال الأمن الوطني في الدوريات ديالهم كما كتشوفوا. دائما دوريات ديال الأمن الوطني اللي تيقوموا بجولة. هذا هو السد الأمني دائما كما تشوفوا. تحية لكل المتابعين، السلام عليكم. السلام، السلام بخير. كما تشوفوا معنا دائما رجال الأمن الوطني اللي تقوموا بالسد الأمني ديالهم في هذه الجولات. تحية لك، تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل المتابعين ديالنا اللي
يتابعونا مباشرة من مدينة سيدي بن نور. لا يا خويا ما متعودين شي ناس سمعتوني، يلاه حشومة عليك يا صاحبي. سيدي محمد خويا تحية ليك. تحية لكل المتابعين. السلام عليكم. مباشرة من مدينة سيدي بن نور في هذه الأجواء الليلية. واخويا الصوت ناقص غير عندك خويا، واش الإخوان كيسمعوني ولا ما كيسمعوناش؟ تحية لكم، واش كتسمعونا الإخوان؟ السلام. تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في مباشرة من مدينة سيدي بن نور في هذه الجولة. تحية لكم. هذه هي الشوارع مدينة سيدي بن نور، شوارع جميلة كيف ما كتشوفوا معنا. احنا دائما كنتابع معكم بالصوت والصورة من قلب مدينة سيدي بن نور في هذه الأجواء الليلية والأجواء الرائعة. يوسف خير. دائما كيف ما كتابوا معنا متابعينا الكرام، هذه هي جولتنا عبر شوارع مدينة سيدي بن نور عن حي لبام. دائما ومباشرة في هذه الجولة الليلية عبر الشوارع من مدينة سيدي بن نور. شكرا خويا عثمان، شكرا لكم. تحية كل المتابعين، تحية لكل الإخوة اللي كيتابعونا. نشوف التعليقات ديالكم، حيت كاين بعض التعليقات اللي ما كنشوفهمش. شكرا. اوكي غادي نحاولوا انا نقرب الصوت. شكرا جزيلا، تحية، كنسمعوا الصوت. شكرا شكرا. تحياتي من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. حنا غادي نعاودو، كنتمناو ان الصوت مسموع دابا. مرحبا بكم. في هذه الجولة المسائية عبر قناة شوف تي في في هذا البث المباشر. تشوفوا الأجواء فارغة. نتابع دائما مباشرة هذا البث المباشر عبر قناة شوف تي في قناة الشعب. دائما دوريات الأمن الوطني متواصلة. تحياتي من ناظرين. مرحبا الحسن المكلوف، مرحبا شيماء عاصم، الله يرحم لك الوالدين، الله يجزيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. عيرتينا في هذا النهار، حنا غنقول لك الله يجزيك بخير. هذا ما علينا الا تسالينا الدعاء اختي. دائما عبد المجيد مرحبا، اللهم امين. دائما كنشكروا المتابعين ديالنا اللي
اللي كيحبونا وتيسالوا علينا واللي اللي كيتابعونا بحب وباحترام. خويا بخير اللهم امين. كما كتشوفوا هذا حول الامام نشوفوه كذا. مرحبا سي زكريا، الوفا كنت فيها البارح وغندير فيها شي دورة دابا. خويا زكريا تحية ليك، تحية لسي زكريا الدي جي ديالنا، تحية لكل الأبطال ديال سيدي بنور، كل الغيورين، كل المحبين اللي تيحبونا من البلاد بلاد وتيسالو لينا. بعد البث المباشر اللي تنقلكم من قلب مدينة سيدي بنور في هذه الأجواء. تحية للمستمعين الكرام ومتابعينا من خلال الجولات التي نقوم بها، وكذلك من خلال التغطية التي نقوم بها عبر قناة شوف تي في، قناة الشعب، أول قناة إلكترونية تلفزية اللي كنقول لكم دائما في الخبر من قلب الحدث. وكما تابعتم أنا اليوم الحدث اللي كان ديال ديال جريمة القتل البشعة بدوار رد عمل الجماعة الجبرية، اللي كانت قناة شوف تي في حاضرة بقوة، كانت حاضرة قناة شوف تي في حصريا وبقوة في تغطية الحدث اليوم. ودائما مرحبا، ودائما قناة شوف تي في كتكون دائما سباقة للأحداث. يعني دائما كان كما تابعتم اليوم كان حصريا متابعة لقناة شوف تي في من قلب الحدث. مباشرة من مدينة سيدي بنور في هذه الجولة. من قلب مدينة سيدي بنور. نحن دائما نقول لكم وي خويا زكريا، راك شتيها، راك حضرتي معنا وشفتي الجريمة كيفاش كانت وشفتي الأحداث كيفاش كانت. لازق السلامة، كنتمنى والله يهدي ما خلق. يعني في عز رمضان وقعت. كنشكروا الاخ زكريا والاخ محمود جيد على المرافقه ديالهم اليوم لعين المكان. دائما في قلب مدينه سيدي بنور القلب النابض دي دكالة، نقولوا عاصمة دكالة هي مدينة سيدي بنور. متابعي قناة شوف تي في نقولكم من قلب مدينة سيدي بنور هذه الجولة. دائما من
هي الشوارع المدينة. من هنا شوارع مدينة سيدي بنور، مباشرة من قلب الحدث، قلب مدينة سيدي بنور، بالصوت والصورة ننقل لكم هذه الشوارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. إبراهيم ولد بلادي مرحبا، الله يعاونك أمين خويا، والله يعاون الجميع، وتحية للجميع وتحية كل محبين ديالنا وكل الغيورين على مدينة سيدي بنور. من هنا من قلب شوارع مدينة سيدي بنور لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.